نفتي بتروح نعمل ايه بقى النهاردة؟ انا مبسوطة جدا ان احنا بناخد فوكابلري وبناخد كمان حساب، اكتر مادتين بحبهم. وانا كمان بحبهم جدا. اهلا بكم يا اولاد، انا النهاردة عندي لك مفاجأة هتعجبكم قوي قوي قوي. النهاردة في مسابقة سبالينج، ايه رأيكم في المسابقة الفظيعة دي؟ ايه ده يعني ايه مسابقة سبالينج؟ يعني احنا هنيجي نقول لكم مثلا كلمة تكون طويلة شوية وتيجي تقول لنا الحروف بتاعتها. يلا يا شباب، جه وقت المسابقة، مين عايز بقى ان هو يتقدم ليها؟ ايه ده، الله، انا بحب جدا مسابقة الاملة دي، انا عايزة ان انا اخش فيها. طيب، هناخد بقى معانا اشطر ناس، هنحطهم هما في المسابقة عشان خاطر مش اي حد تقدم فيها. ايوه، واللي هي انا عايزكم بقى تكسبوا عشان في مدارس كتير جدا هتخش المسابقة دي. ايه ده، لازم بقى يا جماعة تعملوا احسن ما عندكم عشان خاطر المسابقة دي فيها مدارس تانية كتير، ولازم مدرسة بلاي موبيل هي اللي تكسب. وانا كمان عايزه ان انا ادخل، انا بحب قوي جدا جدا الحروف. طيب اوكي، اشطر ناس هتخش معايا المسابقه، عايزكم انتوا تركزوا بقى فيها وهنشوف ايه هتعملوا فيها ايه وكده. اوكي ايوه، وانا كمان عايز ان انا اخش. ادي كده معانا 3 متسابقين، حد تاني عايز ان هو يدخل؟ ايوه احنا كده 3 بس. اوكي ما تقلقوش خالص، هنخش بقى دلوقتي وخليكم ان انتوا ايه تقولوا كلمات صعبة جدا 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 وتحلوها. انا عارف انتوا ان شاء الله هتنجحوا، واكل واحد هيكسب هيكون ليه هدية كبيرة قوي عندي. يلا انا اقابلكم بقى دلوقتي في البلاي جراوند. ايه ده، يا نهار، ده في متسابقين كتيرة جدا. ابتدي بقى معانا المتسابقة، واللي عايز ان هو يطلع يقدم اول واحد. اوكي هنسألكم بقى اسئلة صعبة بس هنزود الاسئلة. يلا مين عايز اول واحد يطلع؟ انا عايزه اطلع، انا عايزه اطلع. لا انا قلت انا اللي عايزه اطلع، لا انا اللي عايزه اطلع. ده في متسابقين كتير جدا. خلاص خلاص، احنا هنادي بالاسماء، كل واحد هيطلع هنبتدي ونديله بقى كلمه وبيقولنا بقى ايه هيعرف، يعرف ان هو يستهجاها ازاي. اوكي ابتدي بقى باول واحد معايا، بيا اطلعي على المسرح. اوكي قوللنا بقى يا بيا اول كلمه، ازاي نكتب كلمه تمساح؟ تمساح. اوكي، ت ميم سين ألف ح، صح ولا ايه؟ برافو بيا، إجابة صحيحة. ومعانا بيا، تنزل بقى في تسقيفة كبيرة جدا لبيا. برافو بيا، برافو، ألف ألف مبروك يا بيا. طيب يلا دلوقتي نشوف بقى معانا المتسابق التاني، هانا. يا ربي أنا خايفة جدا، يا ربي ودينا كلمة سهلة. أوكي قوللنا يا هانا استهجلنا زجاجة. ايه ده يا ناري، زجاجة. طيب زين جيم ألف جيم هي، برافو هانا، إجابة صحيحة، سقفوا لها كلكم. هي شطورة يا هانا، برافو برافو. يلا يا ديف، قوللنا ازاي تستهج كلمة تليفون. ايه ده يا نهار، دي كبيرة قوي بس هقولها. ت لام ي ف واو نون، برافو ديف، اجابة صحيحة، كلكم شاطرين جدا جدا جدا، تسقيفة كبيرة قوي لديف. طيب يلا معانا مسابق التاني، بيتر. قولنا ازاي تكتب مكتب، دي سهلة قوي. ميم كاف ت ب، برافو، إجابة صحيحة يا بيتر. هيه. كده كلكم مجاوبين إجابات صحيحة. معانا دلوقتي ريتشي، قولنا ازاي تقدر ان انت تستهجى كلمة طفل. ط ف ر، لا 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 معلش، يمكن تكون كانت صعبة عليك الكلمة اللي انت قلتها غلط. هي ط ف لام. لا انا كنت عايزه ان انا اكسب، يا خساره، انا متضايقه ان انا حللت وحش، شكلي بقى وحش جدا جدا جدا. ما تقلقش يا ريتشي، كلنا بنغلط. يلا المتسابق التالت، نشوف مين تاني بعد كده هيطلع. ايه ده، الله، انا بجد عملت حاجات حلوه قوي. يلا مين بقى عليه الدور دلوقتي؟ مين بقى عليه الدور؟ هنشوف دلوقتي مين اللي هيطلع تاني.
عشان خاطر نشوف مين متسابق، بيا وهنا وديف وبيتر، كلهم كل دول كسبوا. دلوقتي يلا الدور على هنا. قوليلنا ازاي نكتب كلمة محفظة، وفي معانا بيا كمان، قوليلنا ازاي نكتب كلمة سبورة. صاد؟ لا غلط يا بيا، انا المفروض، ايوه انا قلت قصدي سه وهي صاد، وانا متضايقة جدا. طيب خلاص يلا كده، هنا فاضلها سؤال واحد. انا كده غلطت، انا كده اوت، يا خسارة، كانت كلمة صعبة عليا فعلا. السبورة، بدل ما اقول صاد قلت سه، يا خسارة. اوكي معانا بقى دلوقتي ديف، قولنا ازاي نتهجى كلمة ايس كريم. الف ي س ك ر ي م. برافو ديف، شاطر، اجابة صحيحة. دلوقتي معانا بيتر، نشوف قولنا كلمة، استعجلنا كلمة ألم. قاف لام ميم، برافو بيتر، إجابة صحيحة. طيب احنا كده قلنا كده، فاضل بس معانا 3 متسابقين. هنقول بقى دلوقتي الكلمة صعبة شوية عليكم بس هتعرفوها. ترابيزة. ت ر م ألف ب ي ز ز زين ه. برافو هنا، إجابة صحيحة. يلا كده فاضل لنا بقى ديف، يلا قول لنا بقى كلمة مستقبل. ميم سين ت قاف ب ل ل. أوه غلط، ديف خرج معانا من المسابقة. كده فاضل هنا بس، يا خسارة، أنا كنت هقولها صح بدل ما أقول لا ما قلت بيه. يلا معلش يا ديف، مش مشكلة، أنت فعلا حليت جزء كبير قوي صح. برافو برافو يا ديف. طيب احنا كده فاضل معانا بيتر وفاضل معانا هنا، يا ترى مين فيهم بقى اللي هيكسب؟ يلا قولنا كلمة سحاب. سين ح ألف ر. ايه ده، الإجابة غلط، يبقى كده مين اللي كسبان معانا؟ هنا. ايه ده بجد، هنا هي اللي كسبت. اولا نسألها سؤال الأخير. طب معلش نعيد بس آخر حتة تاني. اوكي طيب قولي دلوقتي كلمة شنطة. شيه شين نون. غلط، شيه دي مش حرف اساسا، يبقى كده اجابة خاطئة يا بيتر. فاضل لنا بقى كده هنا، نسألها اخر سؤال. لا انا كنت عارف ايه بس اتسرعت، يا خسارة، انا كنت فعلا هكسب بس يا خسارة. معلش معلش، المرة الجاية هتكسب ما تقلقش، انا مبسوط جدا ليكي يا هنا، كده انتي الوحيدة اللي كسبتي. الف الف مبروك لهنا، هنا هي اللي كسبت. وفاضل لها اخر بقى سؤال هنسأله لها، تكون ممكن عشان نتأكد بس ان هي تاخد المركز الاول. قولنا كلمة ممتاز. ميم ت الف ز ز. برافو، اجابة صحيحة. وهنا من عائلة الطيور هي اللي كسبت معانا، تسقيفة كبيرة جدا جدا لهنا، اشطر واحدة في الاملا. برافو، هي هي هي. انا كسبت انا كسبت.